أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة ترادف الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فهي إرادة مشيئة كونية فقط ولا تنقسم. إرادة مشيئة كونية لا تنقسم، ما يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، إنما هذا في الإرادة خاصة. نعم.